نرى أنفسنا فوق العرب وأهل الوثن. نقول عندنا كتاب نقرأه ولنا أنبياء نقص قصصهم. فالآن يقولون عندنا كتاب يتنزل من عند الله كما تنزلت التوراة على موسى، إلا أنه الآخر الذي تمت به الرسالات فهو لكل البشر. وعندنا نبي هو أخو موسى يخاطبه الناموس الأعظم الذي خاطب موسى، إلا أنه الخاتم الذي لا نبي بعده وهو للناس جميعا. أنصف يا ابن أخطب، فهو أدنى للحق وأقرب إلى أمر الله في ديننا وكتابنا. لقد عدل الرجل فينا، اتساوى بيننا وبين المسلمين وأهل يثرب في تلك الصحيفة. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن سواك بنفسه فما ظلمك. الظلم أن يتساوى يهود مع أولئك الأغيار ونحن شعب الله. لا أدعوكم إلى الشك في دينكم، فأنا من أعلمكم به وأقرأكم للكتاب وأقضاكم بشرعته، ولكنكم أظهرتم الرضا بتلك الصحيفة وواثقتموه عليها، وليس من الدين أن تعاهدوا عهدا ثم تنقضوه. ذلك العهد الذي يكون بيننا بين يهود، أما الأغيار فلا عهد لهم، نتقيهم به دفعا عن أنفسنا وأهلنا وأموالنا، فإن قدرنا على غير ذلك نبذناه. فهم والبهائم سواء، نداريها إذا ثارت حتى تسكن ثم نثبتها إلى الأرض. ما هكذا أفهم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. هذا النداء والله لقد رأيت مثله في نومي، وما أعجلني الساعة إلا أن أقصه على رسول الله حتى سمعت صوت بلال ينادي به. رأى عبد الله بن زيد الأنصاري مثل الذي رأيت وقصه على رسول الله، فقال له إنها لرؤيا حق ووافق أمر الوحي، فلقنه بلالا لينادي به. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أخرجنا من حيرتنا في هذا الأمر، فلا بوق ولا ناقوس ولا نار. هيا قصها على رسول الله، فإنك مؤيد يا عمر. هي اليوم مكة التي كنا نعرفها، يعني فراغها من محمد وأصحابه ومن أبي وأبيك. سقط خبريهما الغوادي، لا أدري أكان خيرا أن يهلكا قبل انقضاء هذا الأمر أم كان شرا لهما. ما هلكا حتى أورثانا هذه الخصومة، كنا نتقي بهما رأيا لا نعرف خيره من شره، والآن نقضي لأنفسنا وقد اضطربت بنا المسالك وحارت الألباب. آنذا الآن مقيم على خصومة محمد وعلى دين قومي، فلماذا أشعر بالأسى لأن شطرا من قومنا خرجوا من بيننا وانحازوا إلى يثرب؟ ألا تشعر أنك فقدت شطرا من نفسك وأنك تستوحش استيحاش من فارق بعض أهله؟
فكيف بنا غدا إذا أصبحنا ونحن نقاتل قومنا ومعهم أهل يثرب؟ إذا فزنا، وأني والله لا أحب أن أغلب، فكيف أبتهج بتغلب بعضي على بعض؟ وإذا غلبنا لم يطب لي بعدها طعام ولا شراب، فأي خصومة هذه التي لا تهنأ فيها بنصر ولا ترضى فيها بهزيمة؟ ما زلت على رأيي القديم يا أبا سليمان، ليس كالحال دليلا على صدق المقال، فإن كان محمد إنما يعمل بأمر الله فوالله لنصل إليه بشر، وليظهرن بدينه فيكون ذلك دليل صدقه، وإن كان غير ذلك قدرنا عليه ومضينا على آثار آبائنا ولم نلم أنفسنا فيه. كأنك تقول إن كان محمد على حق فإنك تأمن عليه من نفسك، وإن كان على باطل فإنك تأمن على نفسك منه؟ لعمري إنك قد زورت رأيا تنام معه قرير العين. يا معشر المهاجرين والأنصار، السلاح السلاح، عير قريش قد اقتربت راجعة من الشام، وفيها أموالكم التي حازوها منكم وقت هجرتكم من مكة ظلما وبهتانا، وقد ندبكم الرسول للخروج إليها لعل الله ينفلكموها. السلاح السلاح يا معشر المسلمين، احازوا إلى رسولكم عند بيوت السقيا. قد غر هؤلاء دينهم، يحسبون قريشا لحم جزور تفرط بأموالها، والله ما أراهم إلا صرع. عسى أن يكون ذاك، فتكفينا قريش ما لا نستطيعه هنا، ويذهب سحر هذا الرجل وتعود يثرب سيرتها الأولى. الغوص، اللطيمة، اللطيمة يا محتر قريش، الغوص، الغوص يا محتر قريش، اللطيمة، اللطيمة، الغوص يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى إلا أن تدركوها. الغوص، قد سمعتم النصيحة، ولئن تخلفتم ذهبت أموالكم ومعها هيبتكم بين العرب، فلا يبتن أحدكم إلا وقد تجهز للقتال، فمن حبسه عذر جهز رجلا مكانه. يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد. هل أدركت شيئا مما يلغط به الناس؟ كأنه النفير. النفير؟ أبتي، من العدو؟ صاحبكما رسول الله. لم يترك لنا خيارا، تعرض لعيرنا ومعها أبو سفيان. وأنت تخرج مع القوم؟ وهل علمت أباك خوارة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقل كما تشاء، فإنها لم تنجك من هذه السلاسل، ولكني أخشى عليك أن تقتل أو تقتل، تقتل مسلماً فتبوء بإثمه، أو تقتل كافراً فتذهب إلى النار. عجلوا لا أبا لكم، كأنك قد تجهزت. فعلت. لا تفعل، حسب بني مخزوم أن يتوزع المجد بين الدفع والطلب، أما أنا وعكرمة فنخرج مع القوم للقاء محمد، وأما أنت فتقيم في مكة من خلفنا تمنعها من بني بكر بن كنانة، فقد علمت أن بيننا وبينهم ثأرا، وكنا نترقب غارتهم حتى جاءنا هذا النبأ، فلا نأمن إن فرغت مكة من فرسانها أن يأتوها من خلفنا.
والوليد؟ أمرت الخادم أن يقوم عليكما حتى أعود. وإن لم تعد؟ ويحك، تشيع أباك بفعل السوء؟ هل تنظر أن ندعو لكم بالنصر على نبينا ورسولنا؟ ولكن أدعو بالنصر للنبي ولك بالهدى والنجاة. أبتي، ما زلت تذكر أني أبوك؟ ما شعرت بسطوة الدم حتى رأيتك الآن تتجهز للقتال. فك وثاقي يا أبتي. ولم أفعل؟ أخرج فأقاتل معك. هل ظننت أنك تخدع أباك يا عبد الله؟ وهل علمت مني قبل اليوم خداعه؟ لو شئت أن أفعل لكفيت نفسي هذا منذ حين. تقاتل معنا محمدا وأنت على دينه؟ قد عرفت الآن أنه لو كان حقا وكان الله معي لما لبثت في هذا القيد كل ذاك الوقت. وحين رأيتك تتجهز وتهم بالخروج تحرك في صدري ما كان خامدا، بل أذب عن أبي وأقضي حقه علي. حول ولا قوة إلا بالله. أما سمعت ما قاله أخوك؟ فما تقول أنت؟ أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحك، ويحك، ألا تحذو حذوه وهو من أفسدك قديما وها هو يرجع؟ حذوت حذوه حين عرفت الحق منه، فالآن يرجع إلى الباطل وحده، ولبئس ما يفعل. لا أراك قد تجهزت يا أبا علي. قد ترى أني صرت ثقيلا جسيما لا أغني في القتال. جبنت يا أبا علي، جبنت وخار عزمك. تجمر تجمر يا أبا علي، تجمر كالنساء. سترى من الرجل، سترى. ألا والله قد قتلني ابن الخبيثة. انظر يا عبد الله فعجله إلي، لا نتأخر عن القوم فقد اكتمل جمعهم. لم يجبك؟ حاولت جهدي فلم أبلغ منه شيئا. وقد حسبتك الأشد عنادا، ما زالت الأيام تأتينا بكل جديد. عبد الله يرجع إلى أبيه وأبو جندل يقيم على رأيه. لا أدري هل أسر لأنني وجدت له الآن عزما أم أغضب لعناده. ونجا من فيها، وإنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، فارجعوا.
لقد سمعتم الرجل. لئن نجت هذه المرة فهل تأمنون عليها المرة الأخرى؟ أم تمسكون عن تجارة الشام بعد اليوم؟ لا والله، لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم عليه ثلاثة، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. فامضوا. جاءتكم قريش بأفلاذ أكبادها. ما خرجنا من المدينة إلا في طلب العير. لم نعلم أننا سنلقى حربا، ولو علمنا لخرج معنا رجال تخلفوا عنا. قد سبقونا إلى ماء بدر، فإن تأخر هذا الأمر عطشنا. ولما يتأخر؟ الغدات الغدات، اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغدات. ألا يجول أحدنا ليحرز لنا كم عددهم؟ عبد الله بن سهيل، ولدك يا أبا يزيد. ما به؟ فرعي أصحاب محمد، ولا أظنكم تدركونه. ألم تسمع القول يا أبا يزيد؟ وما تريد لي أن أفعل وقد قضي الأمر؟ فوالله ما يركب ولدي فرسه ثم يدركه أحد. والله لقد غرك ولدك، وما خرج معك إلا لهذا. وهل كان بوسعي أن أشق على صدره فأطلع على ما فيه؟ ينبغي أن أعرف أن ولدي عبد الله لا تنفل عزيمته وإن كانت في غير ما أحب. سار ولدك حيث سار ولدي هناك يا أبا يزيد، فهي خير في أن نرمي أفلاد أكبادنا بأفلاد أكبادنا كجادع أنفه بيده. من هذا؟ الذي يريد قهوة ورسول قريش؟ الباب خير من الشعب. عبد الله. عبد الله بن سهيل. عبد الله ونعم الرجل. الحمد لله الذي أنجاك منهم، وأبى إلا أن يجعلك مع رسول الله في أول مشاهده. ولكن ما فعل أخوك أبو جندل؟ أغرب عن وجهي، لا أراك بعد اليوم. أبعد الصحبة الطويلة في هذا المكان؟ وقد صارت هذه كلها لك وحدك، أليس خيرا من قسمتها بين اثنين؟ أنا الآن الطليق، وأنت لقد خيبت ظني يا عبد الله. أو هذا ظنك بي يا أخي؟
ما كنت لأتخلف عن شرف الجهاد مع رسول الله في أول حرب له مع هؤلاء المشركين. تخرج مع القوم حتى إذا صرتم قريبا من المسلمين فررت إليهم؟ وتقاتل أباك؟ أقاتل المشركين. والآن ما قولك يا أبا جندل؟ تفعل مثلي؟ كيف أفعل إذا لقيت أبي في القتال؟ أو إذا رأيته يثخن في أصحابي؟ أو رأيت أحد أصحابي يعلو بالسيف؟ لا، لا أقوى على شيء من هذا يا عبد الله، بل أصبر على حالي هذه حتى يجعل الله لي فرجا. قل ما رأيت. إنهم 300 رجل يزيدون أو ينقصون، ولم أرى للقوم كمينا أو مددا من خلفهم، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فانظروا رأيكم يا ابن اللخناء. أتريد أن تخذي الناس؟ قد حدث بما رأى، أفتلومه على صدقه؟ ما رأى بعين رأسه ولكن بعين جبنه. لا والله ما أنا بالجبان، ولا تعلمن غدا صنعي. يا معشر قريش، والله إنكم ما تصنعون شيئا بأن تلقوا محمدا وأصحابه. والله لئن أصبتموه ما يزال الرجل منكم ينظر في وجه رجل يكره أن ينظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. اعصبوها برأسي وارجعوا، وخلوا بينه وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك حفظ لكم رجوعكم عنه. كلا والله، لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكن ابنه في أصحاب محمد، فقد تخوفكم عليه أن تقتلوه إذا التقى الفريقان غدا، فانتفخ سحره فقال ما قال يجبن عن لقاء محمد. أنا يقال لهذا يا أبا الحكم، ستعلم يا مصفر أصله من انتفخ سحره، أنا أم أنت؟ ذاك أبو الحكم من بني مخزوم منكم، بل سيدكم بعد أن هلك أبوك الوليد. لا أفاخر الناس به، ولكن ما الذي أخرجك مع القوم يا عمير؟ ما تعني؟ أخرجني الذي أخرجك. أما أنا فقد يقال لنا أموال في عير أبي سفيان وقد خرجنا نمنعها. وأما أنا رجل فقير، ولولا ابن عمي صفوان بن أمية لجع أهلي. إنما أنا رجل من قومي. وكذلك محمد ومن هاجر معه خرجوا من قومي. قل أخرجهم قومك، وها هم أخرجوك معهم لتمنع أموالهم وما لك فيها حمل بعير. يا نبي الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك.
اللهم اقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه اليوم. شعارنا اليوم كما أمر رسول الله: أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد، أحد ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يكون أول من يخرج للمبارزة مع عمي وأخي الوليد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا محمد، أخرج لنا أكفأنا من قومنا. أكفاء كرام، أحد 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 أحد.
ما أغزاني عار على رجل قتله قومه. أخبرني إيمن الدائرة اليوم لله ورسوله وللمسلمين. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. أحد 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 أحد
رسول الله بالأسرى. خيره.